الناس أجانب لين أنك تصاحبها تكون منهم كما قالوا بالأمثال. هذا البيت من قصيدة الشاعر معروف ديو الوقداني، أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوال. قصيدة عظيمة وحكيمة. وهذا يا أبو سلطان دور الشاعر في الجزيرة العربية في إيصال العادات والتقاليد الحميدة من خلال الشعر، من خلال هذه الرسالة السامية إلى أبناء الجزيرة العربية. لأن الشعر، هذه وجهة نظرية يا أبو راشد، الشعر ينتقل من جيل عبر جيل بما فيه من معاني جزلة وسامية، هي اللي تنتقل، لأن الناس تبحث عن الأشياء هذه فتحفظها لأجيالها لأبنائها. بالضبط، وهذه هي أساساً لب الرسالة السامية للشعر. فالشعر لم يكن رسالة سامية يوصل من خلالها المفيد والجميل فلا يستحق أن يسمى شعر. أنا أذكر أنه الشعر حل مشكلة بين يعني قبيلتين كان بينهم خصام وحروب، فجاء شاعر، الشاعر هذا خواله من نفس القبيلة الثانية، فجاب قصيدة صلح بين القبيلتين ونجح في مسعاه، وهذا دور كبير ما في شكل الشعر. بالمقابل شطر بيت أو بيت أذكر في قصة ذكرت في التاريخ أنه كان سبب في إشعال بعض الحروب، وهذا أيضا دور آخر للشعر، فهو كما هو يصلح الشاعر فهناك من يؤجج الحروب أيضا. إذا نتفق على أن الشعر أخلاقيات، أنت متى ما قدمت الشعر بصورة سامية راح تكون نتيجته نتيجة إيجابية. إذا كنت استخدمت الشعر في يعني الوجه الآخر السلبي للشعر راح تكون نتيجة يعني مسيئة في النهاية. إذا الشاعر له دور كبير وين يوجه قافلة الشعر، وهذا اللي جعل الشاعر في الجزيرة العربية يخلق نوع من الثقافة، ويكون للشعر دور في الثقافة العربية، الجزيرة العربية، من ناحية الأخلاقيات ومن ناحية العادات ومن ناحية الهوية، هوية الشعر نفسه. لأن الشاعر مؤثر، مؤثر في جيله، مؤثر في مجتمعه اللي حوله، وبالتالي في ناس يعني يتبعون آراء الشاعر أحيانا لو كانت خاطئة للأسف الشديد. الحين يا أبو راشد الشاعر أصبح يعبر ببساطة عن مزايا الإنسان الخليجي، يعني متواجد في المناسبات في المهرجانات، له دور أساسي ودور قوي. هذا صحيح، ونلمسه ونشوفه بعض الأحيان مثل ما تفضلت في حضور بعض المناسبات، وفي القصيدة نفسها اللي من خلالها تظهر هوية الشاعر الخليجي. وفي أكثر من مكان ضمنها في الإمارات يعني تحديداً في اهتمام كبير، يعني احنا نشوف في مثلاً برنامج الجولة في قصائد حربية لا تزال تردد إلى الآن، فباقي يتمسكون بالعادات والأصالة القديمة لأجدادنا، وبعضها يتكلم عن الكرم، بعضها يتكلم عن الأمانة، عن الشرف، عن الشيمة. لذلك الشاعر الخليجي يقول دائماً أنه يظهر نفس الشاعر الخليجي، تظهر هويته، تظهر روحه من خلال النص الشعري اللي يطرح، من خلال بعض المفردات الموجودة في النص الشعري، تعرف أن صاحب القصيدة هذا خليجي أو غير خليجي. ولا ننسى جانب الغزل، الشعر العاطفي الموجود بكثرة، يعني هو اللي مسيطر على الساحة الخليجية، ويظهر برضه طريقة تعامل الشاعر الخليجي مع الحياة العامة. يعني أنا أختلف معك في موضوع الغزل أنك موضوع يكتب أنه مسيطر على الشعر، ولا بالعكس هناك كثير من المواضيع اجتماعية وثقافية ودينية، والغزل طبعا يكون غرض من اغراض الشعر لكنها الغرض الاكثر، يمكن علشانك انت انسان عاطفي اكثر. انا اشوف ان الشعر الخليجي له دور كبير في التاثير على الثقافه العربيه. صحيح، وتصدر، احنا قدرنا نصدر الشعر الخليجي الى بعض الاقطار العربيه، ودعي المهرجانات والامسيات اللي تقام في اكثر من مكان في الوطن العربي وبال خارج الوطن العربي. طبعا من اهمها ومن اشهرها برنامج البيت، برنامج فعلا استطاع ان يمزج بين الثقافه وبين الشعر بطريقه ديناميكيه سريعه جميله
تجد الثقافة من خلالها. وكثير من الأشطر اللي تمر علينا كلجنة فرس نلمس فيها ثقافة الشاعر الخليجي، لأنه يعني يشاهد بعضهم يشاهد البرنامج من خارج نطاق الوطن العربي أو من داخل بعض بعض الدول العربية، وبالتالي هذا يعني الوصول إلى أبعد نقطة على وجه الكرة الأرضية.